نقطة تانية قبل ما تتطرق بقى لعناوين الحلقة ونخش في تفاصيل البرنامج. النهاردة احنا بنتكلم في منتصف شهر ديسمبر، فترة الانتقالات الشتوية خلاص قربت وعلى الأبواب، وبالتأكيد واحنا بنتابع الأخبار وما كتب في الصحف والمواقع لسه في اهتمامات بهذا الأمر ولا لا. بس في جزئية قانونية عايز أكد عليها بشكل عام واحنا بنتكلم واحنا داخلين على فترة الانتقالات الشتوية. خبراء اللوائح كتر قوي في الفترة الأخيرة في الوسط الرياضي، وفكرة خبير اللوائح دي في المنظور القانوني مش موجودة، أو في المسمى القانوني مش موجودة، لكن في النهاية في محامي معاه دبلومة من الفيفا يقدر يكون موجود في القضايا المنظورة أمام الاتحاد الدولي أو الاتحادات القارية، لكن فكرة خبير اللوائح مفيش حاجة اسمها خبير اللوائح، وما عندناش في مصر حاجة اسمها خبير لوائح. ليه بأكد على ده؟ لأن في جزئية خطيرة جدا الناس ناسياها، وده بشكل عام واحنا بنتكلم عن اللوائح والقوانين. اللاعب الحر، اللاعب الحر يحق له التوقيع والقيد عبر الموسم بالكامل في أي وقت دون التقيد بفترة الانتقالات سواء الصيفية أو الشتوية. تاني، اللاعب الحر يحق له التوقيع والتعاقد مع أي نادي في أي مرحلة من الموسم القروي سواء في فترة الانتقالات الصيفية أو الشتوية. إذا اللاعب الحر هنا بيتعامل معاملة خاصة بعكس أي لاعب تاني متعاقد أو عقده ساري. ده بشكل عام. جزئية تانية بالنسبة للنادي الأهلي، إذا تعاقد مع أكثر من لاعب أو إذا تعاقد مع لاعب آخر بعد كهربا خلال الفترة الجاية، بالتأكيد سيكون خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير القادم نتيجة أن الأهلي استكمل قائمته، وسيتم الاعتماد على بند الاستبدال لأن الأهلي لديه مكانين في شهر يناير القادم. لذلك أي تعاقد في الفترة الجاية إذا تم وإذا رأى الجهاز الفني هذه الرؤية في الفترة الجاية هيكون عندك فترة يناير تقدر تستبدل فيها، لكن بشكل عام أو إطار قانوني عام اللاعب الحر يستطيع أن يتعاقد ويقيد في صفوف أي نادي على مدار الموسم القروي ودون التقيد بفترات الانتقالات سواء الصيفية أو الشتوية. دي كانت جزئية مهمة جدا وأنا بتكلم على انتقالات يناير القادمة، وجزء قانوني وجزء لائحي ناس كتيرة مش مهتمة تتكلم فيه، لكن نقطة بنحدد فيها الأطر القانونية تحديدا في هذا الملف، وإن شاء الله هنشوف الفترة الجاية الجهاز الفني احتياجاته إذا احتاج لاعب آخر بعد التعاقد مع كهربا هيبان ده خلال الفترة الجاية، وهنشوف الصحف والمواقع هل اهتمت بهذه الجزئية ولا لا، عشان لو في معلومة غير صحيحة بالتأكيد هدفنا إن احنا نوجه رسالة لجمهور النادي الأهلي ونقول لهم الحقيقة بالظبط من مصدرها الرسمي وهو النادي الأهلي.